السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الحاج عبد الله طالب الصالحاني أبو أحمد، وهذا الجزء هو الجزء الثاني من هذه المقابلة. حاجي، بدنا نسألك عن الحياة التعليمية. القرية عمي كان فيها مدرسة؟ كان فيها داخلية. شو داخلية يعني؟ يعني عندك ولد بحطه داخلي. حتى لو من أبناء القرية داخلي؟ لا، ابن القرية بيجي بينام ببيته بس من برا. يعني المدرسة كبيرة يا حاج. طيب هاي المدرسة وين كان موقعها من القرية يا حاج؟ شمالي البلد، هذا غربي شمالي البلد. شمالي البلد. مدرسة كبيرة. كم غرفة هذه المدرسة حجي؟ مش أقل من 15 غرفة كبيرة. طيب طوابق ولا طابق واحد حجي؟ طابقين. طابقين. كان فيها كان معلم واحد من كثر شيء ما كان المعلم تبعه معلم سعيد. سعيد إيش اسمه؟ مسيحي. اسمه سعيد. معلم سعيد، هذا ما حد يعرفه بس. نعم. كفر شيما لبناني. نعم. هاي داخلي. طيب. تيجي من الكرة يبعثوا أولادهم، بس قصة واحد أنا ولد بعت ابني دمر يتعلم. نعم. كان يتعلم فيها. داخلي. طيب حجي، هذه المدرسة الخمستاشر غرفة مبنية من حجر ولا من؟ حجر، كل حجر، ما في عندنا. وفيها مرافق يا حجي؟ حمامات، مغاسل. كل شيء كاملة كاملة كاملة. فيها ملعب وساحة؟ فيها. وفيها بستان حجي؟ لا، بستان بس ملعب. ملعب كبير. نعم. حضرتك درست فيها حجي؟ لا. طيب لأي صف كانت تدرس هذه؟ كان يتخرج منها ومعترف فيها دوليا عند الإنجليز. يعني يتخرج منها لأي صف؟ والله أنا متخرج من مدرسة البصة تبعت المعلم سعيد، يدخلوه شغلوه لأنه معترف فيها. طب هي شو كانت تدرس عمي هذه المدرسة؟ إنجليزي وعربي. فيها إشي مهني حجي؟ ما عندي علم. طب مين غير المعلم سعيد كان؟ في علمين من برا، بس أنا المدير تبع بعرف معلم سعيد. بس معلم سعيد تعرف. أما أساتذة ثانيين ما كنت تعرف؟ نعم. أساتذة. طب كان في أساتذة من أبناء الضيعة يا حجي؟ مين؟ في مسيحية اثنين ثلاثة، وفي إسلام. من أبناء القرية حجي؟ طب تذكر لي أسمائهم. بعرف شو والله. أولاد بلدك هذول حجي؟ أولادك أولاد بلدي. أنا هذا أولاد شتيلة. طب أنا شو أعرف أولاد بلدي بسيطة، بعرف شو ابن مين. ما فيش مخالطة بيني وبين أبانا، مخالطة بيني وبين أبوه بس. بعرف شو بعرف يعني. كثير ناس بسلموا علي بقول أنت ابن مين، بقول لي أنا ابن فلان. طيب يا حجي، عدد الطلاب كان كثير في المدرسة؟ كم طالب تقريبا؟ ما دخلت فيها. طيب حجي، بتتذكر الآذن اللي كان في المدرسة؟ الآذن. بعرف شو. بعرف أنا مدير المدرسة معلم سعيد من كفر شيما. طيب وكانوا في تخوت عم ينام هناك؟ تخوت كل شيء. أولاد القرية بيروحوا على بيوتهم يا حجي. طيب لما أنت ابنك بتحطه داخلي وين بده ينام؟ لا. بيجي على بيته. نعم. الداخلي بكون بدينا فيها بدت مبالغ هائلة. طيب يا حجي، تتذكر من أي قرى كانوا يجوكوا على عشان يدرسوا في هذه المدرسة؟ يجوا من الكابري، ومن يجوا من علم الشعب فوق مننا، يجوا من المنشية، من الغبسية، وعد الله منا فد عليهم بعد ابني علم. طيب هذه المدرسة تابعة للمعارف حجي ولا للأهالي؟ للمعارف. طيب في مدارس غير هذه المدرسة حجي؟ عنا. نعم. مدرسة العادي متلصتوا في مدرسة العادي. يعني قصدي للروم مثلا او للكاثوليك؟ ما في يعني روم وكاثوليك، ما في، في كل مدرسه خلص للكل بتعلم فيها، ما في. طيب على روم كان في عندكم مدرسه للبنات يا حجي؟ لا. ما كان يدرسوا البنات؟ لا. ولا في هذه المدرسه؟ لا. مختلط ما كان يدرسوا حجي؟ ما عندي علم، ما عنديش علم. طيب حجي، اخوانك حدا من اخوانك درس في هذه المدرسه؟ لا. كان بدي أقول لك شغلة، كانت المادة قليلة. نعم. مادة قليلة كتير كتير. الواحد مع عشر ليرات، والله هذا مع عشر، هذا مع عشر. يعني عشر زي المليونير زمان. هذا مع عشر جنيه ما فيه، فقر كتير. طب حجي، كان في شيوخ يدرسوا؟ لا، ما كان عندنا شيوخ. نعم. طيب حجي،
كنت تشوف الطلاب يصفوا طابور صباحا؟ لا، انه بعيد عني انا. طب في حدا من ابناء قريتك عمي راح يكمل دراسته خارج البصة لبيروت مثلا؟ ما تغربناش ولا حدا يا حجي؟ ما تغربناش، ما بعرف انا الا حيفا واكثر من هيك ما فيه، لانه ما تغربنا، بلدنا ما تغربت، مش مثل اليوم. نعم. أصلاً أولادي تبعتوا لي من برة أني أعيش، ما تقربنا، عايشين من أرضنا. طيب حاجة، بدنا ننتقل لموضوع آخر، بدنا نحكي عن المساجد والكنائس. كان عندكم كم مسجد وكم كنيسة يا حاج؟ كنائس تنتين ومسجد واحد. طيب وين موقع المسجد يا حاج؟ نفس البلد، نص البلد، وسط البلد. طيب من ايش مبني يا عمي هذا الجامع؟ حجر. وإله مرافق؟ إله مرافق يا حجي؟ إله مرافق من جميع كل شيء، في حمامات والميدني وقبة ميدني. نعم. اسمه عبي. طيب وفي متوضأ يا حجي؟ فيه. طيب ومن ايش مفروش هذا الجامع يا حج؟ سجاد. ومين كان الإمام والمؤذن يا حج؟ من نفس واحد مصري كان يقول له خليل. خليل المصري؟ خليل المصري. هذا مؤذن ولا إمام برضه؟ مؤذن وإمام. في حدا غيره كان يساعده حجي مؤذن؟ مثل الصوتين، والله أنا صوتي حلو وروح أذن. نعم. ما في يعني إيه بدك تقول يعني محدود، والله أنا صوتي حلو وروح أذن. طيب خليل المصري كان عمي فقط شغله إنه إم في الناس؟ بس إم. وكان يأخذ أجر من الناس؟ فلوس ولا حب يا حجي؟ نعم، لا فلوس. طيب المسجد عمي كم كانت ساعته تقريبا؟ بساعة كثير ولا شوي؟ مش أكاد من مسجد كبير، مش أكاد من 200 شخص. طيب الكنائس وين كانت حجي؟ واحدة من إبلة واحدة من شمال، واحد للروم واحد للكاثوليك. طيب الإبلة لمين كانت حجي؟ للروم. والشرق الكاثوليك؟ الكاثوليك. طيب هذه الكنائس كبيرة حجي ولا صغيرة؟ كبيرة. مساحاتها كويسة؟ كبيرة. بتتذكر اسم الخوري يا حجي؟ لا والله. خوري الأرثوذكس أو خوري بس ذكر اسم الله نسيه بين العدن يعني. والكاثوليك حج كل نسيه والله، أسميه النسيه والله، أسميه النسيه بسيطة يا حج. طيب حجي الكنائس كان عليها أسوار ولا بدون سور يا حج؟ بدون سور. بدون سور. طيب كان في شيء كان في مرافق يا حجي في العادي؟ العادي في الكنائس مي خير الله. بس دقيقة واحدة يا حجي عشان نخليك. شو بدك حمام؟ لا لا حجي خليك انت محلك زي ما ماشي. لا اله الا الله، شو هذا العادي يا مستر؟ التلفزيون ما صلحني على اخر اسبوع. حجي ما تذكرت اسماء الخوري؟ لا ابدا. طب كيف كانت العلاقه عمي بين المسلمين والمسيحيين؟ ما في مسلم مسيح ابد. ما في اولاد بلد؟ ما في. عزبنا على عرس اروح عندك انا واخته، كان عندنا فرخديك. شو اسمها؟ فرخديك. شو فرخديك؟ يعني احط ايدي بيد اختك، تحط ايدك بيد اختي، ايد مرتي، ندك دبك كلتنا يعني كاهل. نعم. ما في والله نسوان لحال ورجال لحال، لا بلدنا كانت حرية. اسمها فرحة ديك يعني، والله بدي أدبك، حط إيدي بيد أختك بيد بنتك، تحط إيدك بيد مرتي، هاي ما في منا حرج. نعم. ما في فش مسلم مسيح الحمد لله. نلعب مثلا شد روحي عند حارة المسيح، ألعب أنا وياه الورا العادي. ما في مسلم مسيح، ما في فيش الا هو. حج كان حارات هي المسيحيه لحال والمسلمين لحال ولا هذوك لحال واحنا لحال؟ بس كله لكن خليط الناس مع بعض. كله خليط. بيتي انا مثلا قريب على بيتي واحد مسيحي. نعم. فيش يسهر عندي يسهر عندي. ما في مسيح مسلم، هذه المرفوضه كانت عندنا، مرفوضه خالص. نعم. طب عمي كان يصير في تزاوج بينك وبينهم؟ لا، في قليل قليل. طب لما يصير عملية زواج ما العادي عادي ما في مشكلة؟ لا 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 لا
مش عنا شي 7-8 أخذوا منها. طيب عم الكنائس إلها مآذن أو كل يعني كل شيء إلها جرس ومآذن كل العادي مثل هون ما في هذا كله العادي يعني ما في إنه والله لا لا لا. طيب حجي كان في القرية مقامات لأولياء صالحين؟ في مقام اسمه الخضر. نعم مقام الخضر بس وين هذا جاي بنص البلد. ولمين هذا المقام حجي؟ للإسلام. طيب المسيحية عندهم مقامات حجي؟ ما عندي أعلم. طيب هذا المقام كان في حدا يعني قائم عليه حجي؟ مفتوح للي بده يتبرع فيه. مفتوح للي بده يتبرع فيه. هو بناء جاي حجي؟ بناء قديم. طيب وعليه مجلل؟ عليه مثل ما تقول توب أخضر. إمام خضر. طيب مين اللي كان بدير باله على هذا المقام يا حجي؟ ولا متروك؟ متروك للي بده يتبرع فيه. نعم. طيب حجي كان يزار هذا المقام من كان تيجي قليل ناس تزوره. والله أنا نادر لخضر بن العباس. نعم. خضر بن العباس هدول اللي توب مني إله. نعم. طيب النذور حجي كانت تذبح على هذا اللي كان ينذر مثلا؟ ما عندي أعلم. بس أواعي. نعم. طب كان في مقامات لأولياء آخرين يا حجي؟ لا ما عندي أعلم. ما عندي أعلم. طب كان في عندكم ناس أصحاب طريقة حجي؟ لا. ولا زوايا؟ ولا زوايا ولا طريقة. هذول كانوا صوب هذول شادية. نعم. صوب أم الفرج، صوب النهر. هنا كان في أما عندنا لا ما في. طب حجي كان في ناس عندكم يدقوا العدة ويرفع؟ لا بعد عمل هذول الشادلية. شادلية. كانوا يجوكوا طيب لعندكم على القرية حجي ببعض المواسم ببعض كذا؟ ما في. طيب حجي بدنا نسألك عن الوضع الصحي في البصة. كان يموت الواحد هرم. هرم بس. بس لأنه كنا نأكل خير الأرض من الزبلات الطرشيات نحطهم بالأرض. ما نعم. كان عندنا خيام من الشكل. نعم. وما كان في عنا زيت نباتي ناكل زيت زيتون نقلب بيض بزيت زيتون الطبيخ بزيت زيتون كان عندنا خوابي نعم بس يمكن تعرفي معروف عليك 10-15 تنكة زيت نحطهم بالخابي نشرب زيت ناكل زيت طبيخ والزيت كله ما حجي يعني ما كان في أمراض معدية ما لا. كان أبدا ما كلياته هرم طيب يا حجي من خير أرضه الخيارة تزرع أنت تقولها هون هذه خيام كلها الخيارة والمئتاي ما بتكبر إلا على القمر وعلى النجم بس تطلع القمر النجم بتمد خيارة والمئتاي طيب حجي بدي أسألك يعني إذا احتاج الإنسان طبيب وين كان يروح؟ على هاريا عند الدكتور نتان طيب هذا مشهور طيب كان في ناس يروحوا على عكا أو على حيفا؟ يروح يشمتها ويروح لا كطبابة يعني لا طيب حجي الطب الشعبي والعربي خيا كان تيجي بدو يعطيك وصفات نعم بار يعطيك وصفات ما في مرض طيب يا حجي واحد كان عندنا بلدنا اسمه فضل المحسن ايديه كلهم أكزيما نعم ولاديك سابق كنت هناك عند الدكتور نتان أنا قال هذا أكزيما مات جوزي أقرب الناس إليك لأن أولاده بيطلعوا نص هيك والنص هيك جيبيله واحد بده يتغير الدم بده يتغير أنطته بنت أخته هون ب البص بنات تنتين ثلاثة إيديها زي أبوها أولاد بده يتغير الدم من أي عائلة فضل محسن يا حجي؟ من دار محسن بس يعني في عندكم عائلة اسمها محسن يا حجي؟ من دار محسن نعم طيب حجي الحجب كنت تستخدموها يا حجي يعني والشعوذة أبد هذا عندنا مرفوض طيب بدع طيب يا حجي العلاج بالقرآن الكريم الرقية تخريج أبد هذا والله أرقل الولد أرقل نعم إيه ولد صاب بالعين سكول رصاصة نعم هذه بس
طيب حجي، الكي بالنار. كي بالنار، أنا كويت بالنار. أنت كنت تكوين للناس ولا لحالك؟ لا والله جابوا حد هوني إجر وجعتني، كواني بإجر هوني. طيب في البصة كنت تكوي حج؟ مين كان الكوان؟ الكبار، الكبار. ما بتتذكر شخص كان شاطر يعني مميز؟ فيش واحد غير عولي الشويش، زين كبير هيك اسمه حسين هذا، عولي الشويش تكوية. نعم. عصبي بيجي بعطبة. نعم. تكوي لك إجرك، بدك تمشيها حبة حمص وتعصبها، حبة حمص تفلش. تسحب تسحب الوهم كله. طيب حجي، كاسات الهواء استخدمتوها؟ استخدمناها. مين كان شاطر فيها يا حجي؟ مين ما كان بقدر يشتغلها؟ بدها شطارة هاي. طيب مجبر، كان عندكم مجبر يا حجي؟ في اللي مجبر الطرش مجبر البني آدم. مين كان عندكم مجبر يا حجي؟ حياة طويل كان مجبر. والدك عليه رحمة الله كان يأخذ أجر مقابل مجانا؟ لا 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 والله، أجر واحد مكسورة يجبر إياها، بيجيب خشب من عظيم نوع يجبر إياها. شو كان يستخدم غير الخشب يا حجي؟ كان يستخدم البيض مثلا؟ يستخدم يجيب بيضة ويفقش ليها ويعصب لها على أجر. ليش البيضة؟ طيب شو بتستفيد البيضة يعني؟ تكمش اللحم. تكمش اللحم مع الخشبات هدول الأضبين، تكمش اللحم بتعطي دخل. طيب حجي، كان في عندك داية؟ داية ولادة داية مين هن يا حاج؟ واحد مسيحي كان ولا من بيت الدموني، انا خليت على ايده مسيحيه. شو اسمها يا حاج؟ الدموني، بقول لك من بيت الدموني. كان في عندكم عائلة الدموني مسيحيين هذول؟ بيت واحد اي واحد بس. طب ما في غيرها؟ هلوني الدموني، كان اسمها هلوني الدموني. هلونا هلوني هلوني الدموني، هيك كانت تتولد مره كبيره وتولد. بس هلوني كانت موجوده؟ بس هذا اللي بعرفه انا. واحدة مسلمة ما فيها حش؟ ما عنديش علم. طيب ممتاز. طب كانت تأخذ أجر ولا مجانا يا حش؟ شو بيطلع من نفسك؟ إكرامية يعني. شو بيطلع من نفسك؟ واحد دخل عفوا، واحد دخل الكراسي بدي 20 كرسي، بقول له شو بيطلع من نفسك لبيت الله؟ أنت نفسك. الحمد لله حش. لأن أنا متطوع لخدمة بيت الله. الحمد لله. هناك شو بطلع من نفسك؟ طيب حجي، كان في عندكم مطهر أولاد؟ شوي؟ مطهر؟ ايه، كان يجي واحد من برا، كان يجي طهر الأولاد، لكن ناسي اسمه والله. من أي بلد هو؟ أم الفرج إن شاء الله الكرة. طهر الأولاد، بعدين صار الدكتور الطاهر، دكتورته على هاريا، في دكتور في أنا، كان هذا المطهر كان يجي طهر الأولاد كل شهر، كل جمعة يجي طهر الأولاد. من وين هو عم الدكتور؟ من أم الفرج. نعم. كمان برضو شو بطلع من نفسك؟ طيب حجي، كان يجي معه سيارة ولا معه على حمارة ولا على بسكليت؟ يركب بالسيارات يجي لعنا ومشي. بالسيارات، سيارات المواصلات يجي. طيب حجي، بدنا نسألك عن المي يا حج. من وين كنت تشرب مي؟ شو كانت مصادر شرب المياه يا حج؟ ارتوازي. ارتوازي ولا نبع يا حجي؟ لا ارتوازي. يعني شو الارتوازي يا حاج؟ يعني بيارة، تحفر بير انت 10-12 متر تطلع على المي عندك. نعم. طيب كان كل واحد حافر لنفسه ولا للبلد كلها في بير واحد يا حاج؟ لا، في دولة بحثت بير وعملت خزان. نعم. صارت ناس تشتغل منه. كان في حدا مسؤول عنه حجي؟ لا، دولة هي كانت على مغفر. طب ما كانش في شغال على هذا شغال من المقفر؟ المقفر هو كان، مش من أبناء القرية يعني؟ من أبناء القرية تبع البلدية، هو يدير المي. شو اسمه اللي كان مسؤول عن المي يا حجي؟ اسمه أبو عارف. من أي عائلة أبو عارف؟ ما فيش عنده عائلة، هذا شخص مقطوع بس، هذا
كان هو يدير المي. طيب والمي كانت واصلة للبيوت حجي؟ حنفيات؟ حنفيات. يعني انتم ما بتروحوا تملوا مي؟ لا 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 لا. واصلة للبيوت؟ خزان عادي ولا 30 متر خزان بطون ويدور المي تطلع. طيب في البيت عندكم حنفيات ومغاسل حجي كان؟ نعم. يا سلام. البلد متمدني. والله أول قرية بس بشوفها الكلام. البلد متمدني. طيب حجي كنتوا تدفعوا ثمن المي فواتير ولا؟ أشياء بسيطة. لأنه القرش عزيز. نعم. أشياء بسيطة. طيب حجي داخل البيوت كنتوا عاملين يعني شبكة مياه أو؟ خي مثلوني عندي حنفية وأنا عندي حمام و. طيب دائرة المية على طول حجي؟ على طول. يعني مش انه تيجي مرة في الأسبوع؟ لا 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 لا. طيب حجي بعدين المشير في قريبة علينا مي حلوة. نعم. ما دون ما أصلا من المشير في على الخزان لغوا مية البيارة كلها سحبوا مي من المشير في أقرب من الوزاعي كمان علينا. نعم. على الخزان طوالي مي بحر بحر بحر. طيب حجي دوابكم وين كانت تشرب مي؟ برضو منا عندي مطعم تصفيات عندي جرانة كبيرة أدير الميات عليها وبنهار أخذنا على المشيرفة أسقيها. المشيرفة شو فيها يا حجي؟ مي نبع؟ بساتين فجر مش نبع فجر. نعم. كله على البحر بروح. طيب سد في سد. نعم. سد أكل من 30 ب30 هذا سد طرش كله بشرب مجانا يا حجي؟ مجان ما في مصاري. نعم. ما في أبدا. طيب كان في عندكم برك يا حجي؟ لا بس علي بشيرف بحر. يعني حجي أنتوا الحمد لله ما عطشتوا؟ لا 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 لا. طيب غسيل الملابس عم وين كان يتم؟ في البيوت؟ نعم. غسيل الملابس كنتوا تغسلوا في البلوز في البيوت ولا في مكان اخر؟ لا بتحمم في بيتي ليش اتحمم برا؟ نعم. بتحمم في بيتي عندي بيت بتحمم في حمام عندي. مثل قصة هون. نعم. لما جينا محل الدكان كان اجلك بيوت مي للنسوان. نعم. وقدام شوي كان بيوت مي للرجال. نعم. طيب حجي بدي اسالك عن الاناره عن الضوء، كان عندكم كهرباء؟ كان عندكم كهرباء في القرية. طب من وين كنتوا ساحبين كهرباء حجي؟ أنا بعرف في كهرباء كان ساحبينها من بين الزيب ونهاري كان في محطة. نعم. كل بيوت القرية كان فيها كهرباء حجي؟ ولا حدا ما عندهش كله عنده. طيب شو كانت استخدامات الكهرباء عمي؟ كيف يعني؟ يعني كنتوا تشغلوها بس للإنارة إلى الإنارة ولا؟ لا مثل قصتي كيف عندك حمام عندك براد عندك ما كان في غسالات كانت ناس تغسل على إيديها. براد في كان؟ لا. في كان سخان حطوه على المتخت. نعم. ما كان في تعدد مثل اليوم المجهول اللي كان عندنا برده على المخيم. جينا كان شادر من بعد الشادر تنك. طيب حاجة رح نيجي للمخيم خلينا بالقرية الآن شوية. مثل قصته كهرباء موجودة يا حاج. طيب استخدمتوا أشياء أخرى غير الكهرباء حجي؟ لا وعيت على الدنيا لقيت كهرباء حجي بس. أما فانوس لوكس شمبر كذا ما في؟ في. ليش كان؟ كان لوكس هذا مدندل هيك مثل قص هيك له زي الطربوش. نعم. طب ليش استخدامه هذا حجي؟ انقطعت الكهرباء السائبة إذا انقطعت الكهرباء. نعم. نشتغلنا. طيب يا حجي تتذكر أسعار الكهرباء بذاك الوقت حجي؟ حياة طويلة كانت تدفع بعد ليش ما أعرفش. طيب تمديدات الكهرباء حجي الاسلاك والاعمده دفعتوا ثمنها ولا الدوله؟ طيب الشوارع عمي كانت مضاءه حجر. الشوارع عندنا في البيوت الشوارع حجر داخل القريه. داخل القريه حجر مبلطه يعني. طيب كانت مناره حجي؟ لا بس البيوت. بس البيوت. طيب حجي شو كانت وسائل التدفئة عندكم في القرية؟ خشب. حطب. حطب زيتون. طب مين كان يحطب يا حجي الرجال ولا النساء؟ حسب كل ما كانوا مرة ولا زمان. عندي دابة أجلك بأرامي زيتون بجيب بحط كمية ليمون بالشتاء
عندي دوخين تخون أرمية بتقعد كل الليل أرمية الزيتون. نعم. طيب وسائل طهي الطعام حجي، على البابور ولا على النار برضو؟ اشتريته على النار. في حد استخدم البوابين؟ بريموس. بعيد هذا اللي هون. شو بدنا نسوي؟ الله يعينك يا حجي. على بريموس. طيب حجي كان في مصلح للبريموس ولا؟ في زنجري. أبناء القرية حجي ولا من خارج القرية؟ لا من القرية. طيب حجي فحم عملته فحم؟ لا إله إلا الله. خلي حجي خلي قاعد أنت. استريح استريح. طيب حجي كان في فحم عندك استخدمته؟ فيه. حدا عمل معمل للفحم ولا شو يا حجي؟ فيه عمل المشاحر. مين هو صاحب المشاحر؟ واحد اسمه سليمان عبد الرازي. من اي عائلة هذا الرجل؟ من دار عبد الرازي يعني؟ اساس الزباوي. شو زباوي؟ من الزيب يعني؟ طيب وكان يبيع كل فحم؟ كنا نشتري فحم نحطه بالمحلات نشتري. طيب وايضا كان يبيع لبرا حجي؟ لا شو كان يعمل بالشرط يعمل مشحرة. أنا بدي أشوي لحمة بشوي لحمة على الحطب. ليش أنا شفت فحم؟ لما الحطب فيه زيتون. نعم. على الموعد بشوي إذا بدي أشوي لحم. طب حجي كان عندكم دكاكين؟ كثير فيه. هات لنشوف يلا. هل حافظ منهم يا حجي؟ مين أصحاب الدكاكين كانوا؟ سؤال معلش إيه. شو هذا السؤال كله؟ ليش هالقد يعني؟ منك استفيد حجي. احنا بدنا نثبت انه كان عندنا حياة، ما كناش بدو قطعين طرق يا حجي. كان عندنا دكاكين. مين بقول كان اليهود اللي بيحكوا يا حجي؟ هن صوروا البدو الرحل. طبعا هن صوروا البدو الرحل، ما صور كري وكريتك، صوروا البدو الرحل. لذلك صحيح. لذلك حجي برضو كمان هذا تاريخ. هن صوروا البدو الرحل. تصور انك حافظ هالاوراق هذه ليش؟ وتقول لي انت حكيت لي ها انت قلت لي هذا ختم المختار وهذا ختم شو اسمه المندوب السامي. هذا كله حجي، هاي ادله كلها صحيح. انا مالي فيهم هاي ادله. لو قلت لي ادله لما ما معلش سير انفتحت بقول حزب الله عنده صواريخ وحزب الله عم بكذب سوريا. شو بتقول لي اسرائيل؟ بقولها والله الضالين امين، لانه هذه اسرائيل مستعمره يهوديه مستعمره امريكانيه حطت هاي الصواريخ عندها فوق ال 200 300 رصاص نووي اللي بتفتح تمك. هاي اسرائيل موجوده للدول العربيه. حزب الله ممنوع. ليش يا اخي ممنوع؟ انت عم تطالبوا بالاسير تبع غزه. طيب احنا عندنا 13 حوالي 10-12 ألف اسير. ما هذول ما قالينش اعمل عمليه كل الدول العربيه تقوم ضده. قتل المدنيه حرام. طيب من كل يوم بقطعوا الشجر وبقطعوا الحجر وبقتلوا البشر وبيحبسوا البشر. رح نيجي على الموضوع هذا حجي، بس خلينا الان بالقضايا الاولى يا حجي. كم دكان عندكم كان في القريه؟ فوق 30 دكانه. ما شاء الله. وكان برضو عندكم سوق يا حجي؟ لما في سوق بازار شو بده يكون فيه؟ طيب حجي حط سوق بازار بس بكفي. لما في سوق بازار بطرش وما طرش وهذا جايب طرش. السوق هذا كل يوم ولا بالاسبوع مره يا حجي؟ نهار الاحد. نهار الاحد. سوق بازار اللي بدك تشتري انت دابه بتشتري راسين بقر راسين غنم راسين معزه. وين كان موقعه من القريه؟ نفس البلد. في الوسط ولا على الجنوب؟ لا على جنب البلد على البيطر. كان في ساحة خصوصي له. نعم. يعني شمال القرية حجي ولا؟ لا جنوب البلد. جنوب البلد. ساحة كبيرة هلا الطرش. نعم. لما في سوق بازار شو بده يكون؟ بلد متمدني. عظيم. بلد متمدني، تيجي القرى تشتري أو بدها تجيب طرشات تبيع ولا سوق البصة. كان في قرى ثانية عندها أسواق حجي زي هذا؟ في كفر ياسيف. كفر ياسيف. عظيم. شو كفر ياسيف؟ أي يوم كفر ياسيف يا حج؟ الجمعة. طب في غيرها حجي كمان قرى؟ في صوب صفد. بس نعم. كل بلد كل منطقة لها.
طيب يا حجي، الدكاكين، مين اشهر الدكاكين او اكبر الدكاكين اللي كانت موجوده في قريتك؟ من دون ما اسمي لك في كثير، حوالي 10-12 دكانه. طب ما في سوبر ماركت معروف حد دكانه، واحد بقول ابو حميد عنده دكانه، واحد اسماعيل عبد الله عنده دكانه، كل دكانه فرق. نعم. ابو حميد عنده دكانه كبيره. وين كان موقعها؟ بنفس البلد. من اي عائله ابو حميد؟ من دار سليمان. طيب والثاني شو اسمه يا حجي؟ برضو من اسمه اسماعيل عبد الله، برضو من دار سليمان. دكانته وين كانت حجي؟ ابعد عنا شوي. ممتاز. طيب وغيرهم حجي تتذكر اسماء؟ شو تذكر يا حجي؟ في كثير، بدك تكتب انه فوق 20 دكان في بلدنا، وفيهم فوق 20 قهوة، لانه بلد مدينة، مكري، كل عبد الله عن اسمه. حجي بنبسطوا اهله لصاحب الدكانه، احفاده لصاحب الدكانه او لصاحب المقهى. هي ابنه ساكن هون عندي، هون حد مني ابنه صاحب الدكانه. قدك في العمر؟ ها؟ قدك في العمر؟ ابنه بقول لك ساكن هون عندي، ماخذ بنت عمي. قدك في العمر بحكي؟ لا اكبر؟ ابن 60 سنه. نعم. طيب ما هو بكيفوا الناس عمي لما يسمعوا من حضرتك اسماء ابهاتهم اللي كان عندهم دكاكين او اللي كان عندهم مقاهي او الخوري او الشيخ؟ قهوة المغربة، قهوة عبيد، قهوة كتير. طيب الدكاكين عمي شو كان يبيعوا؟ من جميع مثل الشتر، اسماني دكاكين، خضرة لا اسمانة بس. بس اسماني خضرة لا. من وين كانوا يجيبوا بضاعتهم يا حجي؟ من عكا. من عكا؟ من حيفا. طيب شيء من عكا. ولما كانوا يبيعوا كانوا يبيعوا بفلوس ولا ب فلوس ولا بحب يا حجي؟ لا بفلوس، الحلاق بحبه. طيب والمقاهي عمي شو كان دورها؟ قهوه. شو كانت يعني شو كان فيها القهوه؟ قهوه شاي وقهوه. طيب كانوا يلعبوا فيها وراء مثلا؟ يلعبوا عند السلاح، وراء ما فيه وراء. وغير الوراء حجي؟ بس هذا اللي بعرف وراء، ما في وراء. طب كان في راديو في المقهى يا حجي؟ في راديات. كنت تسمع للراديو انت؟ عبد الوهاب وام كلثوم واكثر من ما في. نعم. واخبار حجي ما كنت تسمع؟ بلا. لا شو مشي الحال؟ طفيت ولا نهار؟ الله يبارك فيك، كلك جو. بنتك هاي ولا؟ قهوة العادي، قهوة وشاي، بيلعبوا الضامة، بيلعبوا الظهر. علي مشارك فيه 4-5 قهوة. نعم. طيب يا حجي حجي كان في عندكم حدا يجيب الجريدة؟ لا، فيش غير راديات. بس. أما جرايد ما في. الدفاع وفلسطين حجي ما كنت تسمع فيهم؟ تسمع فيها، اللي بده جريدة بيجيبها جمولها من عكا يقرا الجريدة، لما في راديو انا شو بدي بالجريدة. طيب حجي كان يجيكم جرايد من بيروت؟ لا. طيب الراديو اللي كنتوا تسمعوه اي محطة حجي؟ اكثر شيء صوت فلسطين. صوت فلسطين. طيب يا حجي كان في عندكم ملحمة؟ واحدة ولا أكثر؟ شيء 5-6. لمين هذه الملاحم يا حاجي؟ لهذا الشعب. تتذكر أسماء أصحاب حدا منها حاج؟ أحمد إبراهيم ملحم. نعم. بكون خالي. كان عنده ملحمة. ملحمة وسمارة. سمارة إيش اسمه؟ سمارة. اسمه سمارة. من أي عائلة سمارة؟ هذول ما عنديش عائلات. نعم. يجيبوا. وشو مين كان غيرهم كمان يا حاج؟ هذا اللي بعرف اثنين انا. طيب شو كان يلحموا يا حاج؟ بقر وغنم. معزة. نعم. غنم. غنم قليل. طيب كانوا يلحموا كل يوم ولا؟ كل يوم. طيب حجي كنتوا تشتروا اللحم بفلوس ولا بحب؟ لا فلوس. طيب حجي اذا زاد اللحم عندكم؟ ما في زاد، كل يوم بذبح راس. كل يوم راس؟ طب انت في البيت مثلا افترضنا انه ذبحت، انا باخذش من عنده لان انا عندي غنم. لانه عندك غنم حجي، اذا انت ذبحت في طريقه معينه لحفظ اللحم؟ الأورمة. شو الأورمة يعني؟ أورمة بسلقه بحطه بجرار على النار، بشيله أورمة
اي ساعة بدي اي طيح بيجي بطعمي بطعمي. لأمتى حجي بيضلوا ال سنة؟ أبدا سنة. حط بالجرة نعم بالنار طب. زي الخضاضة. طب في حدا استخدم الثلج حجي عند الثلاجات نعم. عندكم البرادات في حدا استخدمها؟ ما كان في. شو حظنا اليوم؟ نصيب حجي. يا وينك يا أمل؟ أمل يا أمل. خلص حجي خلي فيش برادات ولا المسيحية كان عندهم برادات حجي المسيحية. طب حجي مين الحلاق اللي كان عندكم؟ واحد اسمه سمارة نفسه سليم سمارة وحيد. عندكم حلاق وحيد ولا عندكم أكثر من حلاق يا حاج؟ في عند المسيحية بس أنا بعرف هذا الزلمة. طب شو كان يستخدم حجي أدوات؟ مكنة. مكنة على اليدوية ولا كهرباء؟ لا مكنة أدوية أدوية كل أدوية. وغيره حجي؟ بس هذا اللي أنا بعرفه واحد لبناني اسمه حسين. طب غير الماكينه عمي شو كانوا يستخدموا؟ بس موس مثلا؟ لا موس ماكينه وموس مشط ما مشط ماكينه وموس ومشط. وانا بدي احلق دقني بجيب شفره بحلق فوطه يا حجي شاشه بيضه. نعم وينك يا امل؟ عم بدق فوق اللي ما تدقش بعدين بدق اللي بقول لك جدي ما تدقش عم بهد الحيط موس ماكينه ومشط. طيب. شو كان ياخذ اجر حجي على الموسم على البيدر؟ اكتريته على البيدر اكتر شيء على البيدر. نعم مد. طب كان عندكم مخابز يا حجي افران؟ لمين هذه المخابز حجي كانت؟ اكتر شيء على الصاج. طب لا قصدي فرن ما كان في عندكم في القريه؟ لا يعني لما كان يجوكم ناس من برا كله صاج. طب منين كانوا يشتروا خبز الناس اللي كانت تجي من برا يا حاج؟ طحين يجيب. لا لا اللي يجوا على السوق يوم الاحد. في كان حدا يبيع خبز؟ لا فيش يبيع خبز. طب كان في مطاعم يا حجي؟ مطاعم شو كانت تبيع؟ جميع فول وحمص ولحمه عن مين في مطاعم حجي بتتذكر؟ روحي جدي روحي. المطاعم حجي بتتذكر لمين اصحابها؟ طب حجي المطاعم لطول الاسبوع ولا بس يوم الاحد؟ يوم الاحد. لا يوم الاحد بس المطعم يوم الاحد. يعني بيجي مع السوق؟ مع السوق. وبروح مع السوق؟ بروح مع السوق. اذا ما في مخابز يا حجي؟ لا الناس تروح تخبز عند المخبز. طيب شو استخدمتوا عمي انتوا على ايش كنتوا تخبزوا؟ طابون وعلى الخبز على الصاج. شو الطابون يا حجي؟ طابون جرن. شو جرن يعني؟ طين. من طين. طين نعم من طين. نعم البحث في قلبه بتبلعه. بتبلعه من جوا ولا من برا؟ من تحت بتبلعه يعني تدخل الحطب جواته حجي ولا من برا؟ لا من جوا. وتلزق الرغيف على جنبه زي التنور يا حجي؟ تنور والتنور واحد واحد. طيب حجي والصاج استخدمته؟ لما طلعنا استخدمنا هذيك اليوم تخلصنا من الصاج. هي خبز صاج عم باكله؟ لا نعم خبز صاج. انت عامله هذا الخبز؟ لا بشتري من هون. نعم بشتري من هون. طيب يا حجي طحين القمح اللي كنتوا تستخدموه من ارضنا؟ ابدا. طيب خلطوا طحين القمح مع طحين الذره يا حجي؟ شو السبب؟ بيعطي حيل اكثر. طيب الذره لوحدها حجي او الشعير خبزتوها؟ الذره سخن طيب. نعم ترى بيضة. نعم هو سخن طيب بس بات تلاقيه بفت. شو كنتوا تسموه عمي؟ شو مخلوطة خبز الذرة؟ استخدمه. شو كنتوا تسموه خبز الذرة؟ خبز الذرة يعني مش كرديش؟ كردوش في منه بدنا كردوش كردوشين ثلاثة في منه يابا عطينا خبز ذرة وزاكي يا حجي وزيت زيتون ومع زيتون مع بصل اخضر وكل هذا هو سخن. اما اذا يبس يا حجي؟ صفي. طيب حجي كان في عندكم بياعين اقمشه؟ واحد اسمه صليبه مسيح. من اي عائله صليبه؟ بيت صليبه.
وشو اسمه هو؟ اسمه صليبة. صليبة صليبة. وين كانت دكانته حجي؟ من مسحية من شرع. طيب وفي غيره خي بيانا في واحد تاني اسمه الشعار من برجة. من برجة كان فاتح دكان عندكم حجي؟ شعار كان يبيع على كتفه وفاتح دكان. طيب. مشى. واستقر عندكم في القرية هذا الشعار يا حجي؟ اشتغل عندنا. تتذكر شو أنواع الأقمشة اللي كانت مستخدمة؟ من جميع. مثل إيش حجي؟ مثل خام بوبلين بفيت جميع خاد دكان قماش مثل قصته. الإبر والخيوط حجي كانت عنده ولا عند الدكانة؟ الإبر والخيوط أبر للدكان بالأبر دكاكين بدي إبر بدي أبر بريموس بدي أبر خياطة هو عليه بيع قماش بس. طب كان في عندكم خياطات أو خياطين؟ واحدة بيت عبيد الكنعة كانت تخيط وواحدة مرت زكي الجمل كانت تخيط. نعم تتذكر اسمها يا حجي مرت زكي ومرت بنت عبيد. شو اسمها يا حجي؟ اسمها وردة. وردة عبيد ومرت زكي يا حجي. شو اسمها؟ مسيحية. شو اسمها يا حجي؟ المدللة. المدللة. طيب حجي كانوا خيطوا في خياطين؟ طيب هي خياط خيط بقى هن خياطات. خياطات في خياطين؟ لا خياط واحد بجيب من عكا بده قمصان بدي من عكا. نعم. بجيب قميص ما هي خياط سراويل للرجال للنسوان خياط تواب. طب تتذكر الماكينه اللي كانت تستخدمها يا حجي؟ ماكينه عادي على ايد. شو اسم الماكينه؟ ماكينه سنجر. عظيم هيك تذكرت يا حجي. ماكينه سنجر مش غير سنجة على الإيد هاي. طيب كانت تأخذ أجر فلوس ولا لا فلوس. ولا حب فلوس. طيب كان عندكم منجرة يا حجي؟ لا. عود الحراث مين كان يسوي لكم يا حجي؟ نعم عود الحراث. لا الحراث في واحد كان يسويه. مين هو؟ الحراث واحد مسيح اسمه مخايل. مخايل من اي عائله؟ مخايل اسمه مخايل. طب كان هو اللي يعمل كل الحراث. طيب الشبابيك والابواب يا حجي ولا الشبابيك من عكا؟ من عكا. خلص خلص. طيب حداد كان عندكم في القريه حجي؟ كله بنجيبه خالص مخلص. يعني سكت الحراثه عم يجيبوها من عكا؟ سكتها من بنجيبها من عكا. طيب مين كان يحشم لكم اياها يا حجي لما تتلف؟ هناك بعكا. بعكا برضه واحد كان يسقيها. كان يسقيها عمار. نعم. طب حجي مين كان عندكم حذر الخيل؟ برضه ناخذ الخيل على عكا والبقر ومجلخ أو يجي بالجمعة مرة. ومجلخ سكاكين يا حجي؟ يجي دولي كان يجوا من صوب جباليا. من جباليا من غزة؟ من جباليا. طيب حجي كان في عندكم منجد؟ منجد؟ نعم كان يجي واحد لبناني. شو اسمه يا حجي؟ والله ما بعرف شو اسمه بس بعد لبناني كان ينجد فرشات. نعم. طيب حجي كان في عندكم سكافي للأحذية؟ من هو يا حجي؟ بيت العنوتي. العنوتي؟ من عنوت اسمه سليم العنوتي يعمل أحذية. العنوتي من نفس القرية يا حجي؟ لا من أساسه من عنوت من لبنان. طيب حجي كان مستقر عندكم في القرية ولا؟ لا استقر. طيب يا حجي كان في عندكم كسرات حجارة؟ لا ولا محاجر؟ ولا محاجر ولا كسرت حجارة ولا شيء. طيب من وين كنتوا تجيبوا الرمل يا حجي؟ من البحر. من البحر؟ من البحر قريب علينا. مين كان يجيبه من البحر؟ سيارات. كانت سيارات. سيارات ولا جمال يا حاج؟ في من على الحمير في من على جمال في من أكثر شيء على الحمير أجلة. طيب كان عندكم بيكابات أنتوا يا حجي؟ بيكاب؟ نعم. فيه ليش ما فيه؟ لمين كان البيكاب؟ للمسيحي وللإسلام. برضه أسعد عبد الله كان عنده كاميوات. في إبراهيم عبد الله وردي عنده بيكاب. نعم. يجيب لنا حجار يجيب حجار يروح يجيب. طيب حد كان يجيبوا عم الرمل من البحر على الجمال مثلا؟ أكثر شيء على الحمير أجلك.
طيب يا حجي، مين كان عندكم معمرجي بنا؟ والله انا شو اسمه انا عندك من ابناء القريه هو يا حجي ولا من برا؟ من برا، من صفد مثلا؟ من لا من اكريت اللبنانيه، اكريت اللبنانيه انزل. طيب حجي، استخدمتوا الاسمنت في البناء؟ كل اسمنت لك شو. طيب والشيد استخدمتوه ايضا يا حجي؟ نعم. الشيد؟ شو الشيد؟ الكلس. يعني الكلس؟ نعم. كان احجار. نعم، كان يجيبوا احجار ونقع في المي في بركة. مين كان يعمل هالشغلة يا عم؟ مين كان متخصص فيها؟ ما فيش تخصيص. يعني أنا بحتاج بعمل هالشغلة. بتشتري، بجيبوا لك لبنانية كلش، تنقع بالمي لتاني يوم، بتروح تجبل فين، تشرب فين، تطش فين بيتك. نعم. طيب الفخار عمي من وين كنتوا تجيبوه؟ برضه لبنانية. أهلين. هلا. طيب حجي، عشان ناخذ استراحة ونتابع حديثنا ان شاء الله.